تطبيع مع الاحتلال. مستحيل مستحيل مستحيل. وما حدا يحكي خارج هذا النص. انا بفهم التطبيع انه انا تصير علاقتي انا وياك طبيعي، نلعب مع بعض ويكون في هناك برنامج مشترك. انا بقول لكم لن يكون هناك تطبيع رياضي. احنا مستعدين نجيبهم المكتب التنفيذي المره الجايه بطائرات هليكوبتر، ولا حيشوفوا اليهود ولا حيشوفوا الشياطين ولا حيشوفوا الصهاينه ولاد الكلب. تعالوا يا اخي طياره هليكوبتر.